فأنا بس إذا سمحت لي أبغى أبدي ملاحظة عن أفغانستان تفوت على ناس كثير من الناس. هي ما يقال أنه الطالبان هم نتاج للفكر وبين قوسين للفكر الوهابي. فأحب يعني أذكر أن هؤلاء ينتمون إلى المدرسة الديوبندية النابعة من المذهب الحنفي في القارة الهندية. عليكم أن تطلعوا على المعلومات عن 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 هذه الفئة من الديوبندية لتعرفوا من أين يأتون الطالبان. فهم ليسوا نتاج لتعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه. وبالضرورة يعني حتى رأيت في كتاب لوزير خارجية بريطاني سابق جاك سرو يقول أنه الطالبان نتائج للمدرسة الوهابية. فيدلك على مستوى عدم المعرفة على أعلى المستويات في المراكز الدولية عن من هم الطالبان ومن أين أتوا. سأل الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة التبليغ السنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة. هذا الخروج اللي هو 40 يوم أو 4 أشهر 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر هذا بدعة. وهذه جماعة صوفية يعني ثبت أنها جماعة صوفية من ديوبنديين تسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية. لا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أنه يخرج معهم، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة واحتج الناس به، قالوا فلان خرج معهم أو الناس رجعوا معهم أو أهل البلد. يجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يلتفت إليه لأجل أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشرونها بين. ولا يقول الإنسان أنا أخرج معهم من أجل التعليم، يعني هذه حيلة. هم ما يقبلون التعليم، هم ما يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج. هم جاءوا ليعلموك، ما جاءوا يريدون يتعلمون منك، جاءوا ليعلموك صوفيتهم ومذهبهم، ما جاءوا ليتعلموا منك. لو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على العلماء في المساجد وقرأوا الكتب. هذه مغالطات لا يجوز الانخداع بها.